أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن مشاهدين تبي قناة شوك تي في، مرحبا بكم في هذا مباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة الأحباس أو المعروفة بالحبوس، من أمام أحد أقدم المساجد بمدينة الدار البيضاء، المسجد محمد. أنا الطاهرة اللي حتى هي يجب إعادة النظر فيها وإعادة المعالجة ديالها، هي العدد الكبير ديال المغاربة اللي كيباتوا في العراء، خصوصا وحنا مقبلين على فصل ديال الشتاء. يعني هاد الناس اللي كيباتو فهاد الحراء وفهاد الزنقة، واش ما تقدرش الدولة تقالهم شي أماكن فين يباتو؟ عدد كبير من الناس سواء
كاينين شبان، كاينين مسنين اللي كيباتوا في ازقه، كيباتوا في الزنقه، وكيباتوا في هذه الحديقه. كنتمنى او كنظن بان خاص الدوله تلقى لهم حل فين يلقاو فين يباتوا. حنا كنباتوا مغطين، كنباتوا في المنازل ديالنا، كنباتوا في الديور ديالنا، كيكون فينا البرد. أدر هاد الناس اللي كيباتوا بأشهر أنعام، كنتمنى بأن يتم إعادة النظر في هاد الناس اللي كيباتوا في هاد الحديقة معروفة بالحبوس أمام المسجد المحمدي، أمام أحد أقدم المساجد في مدينة الدار البيضاء. وعليكم السلام. نتمنى الشيء تلقى حل لمثل هاد الاشخاص اللي في وضعيه صعبه، اللي كيباتوا في الزنقه هنا بمدينه الدار البيضاء، وعلى بعد امطار من المحكمه الاداريه. شكرا للمشاهدين الكرام. هاد الناس اللي بينا غير شوية من بزاف، الحديقة تعج بعدد كبير من الأشخاص اللي كيباتوا في الزنقة في هاد الوضعية الصعبة. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة، نتمنى تكون واحد الالتفاتة لهاد الأشخاص. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.